مرحبا بكم في الدرس الثالث الخاص ببرمجة الدوال باستخدام لغة الجافا سكريبت. الدوال فهي قطع صغيرة من الكود يتم تجميعها والتعامل معها عن طريق اسم. فالدوال في الجافا سكريبت فهي شبيهة بالدوال في باقي لغات البرمجة، مثلا كلغة سي أو جو أو اللغات الأخرى. لتعريف دالة في لغة جافا سكريبت تقومون بكتابة function واسم الدالة، مثلا دالة add تقوم بجمع عددين a و b، وداخل المزدوجات تقومون بتعريف محتوى الدالة. الآن نستطيع النداء على هذه الدالة باستخدام الاسم وتمرير المعطيات المناسبة. كما تلاحظون فالنتيجة هي 3. عموما في الدوال في الجافا سكريبت تكتب بالطريقة التالية: function و function name، و بهذه الطريقة function واسم الدالة ولائحة بالبارامترات. نكتب دالة أخرى function max ab، وهي دالة تقارن عددين. إذا كان a أكبر من b فإنها ترجع العدد a، وفي الحالة الأخرى فإنها ترجع العدد b. return، أظن أن الغلط هنا في return. كما تلاحظون فالدالة تشتغل. يمكن أيضا دمج الدوال مع بعضها، أي وضع نتيجة دالة داخل دالة أخرى، مثلا max max 2 max، فالنتيجة هي 123. أي أن البارامتر الأول يتم النداء على ماكس وإرجاع النتيجة، ومن ثم حقن النتيجة داخل الفاريابل الآخر. كما تلاحظون فيمكن القيام بلومباركمون أو نيستد فانكشن داخل بارامترات الدوال. يمكن أيضا تمرير أوبجي كبارامتر إلى الدوال. مثلا function نسميه get age و object age، فهو يقوم باستخلاص ال age من ال object هكذا، وتمرير مساج. كما تلاحظون فإن للدوال قابلية التعامل مع كل التايبس الخاص بالجافا سكريبت. هناك نوع خاص من الدوال تتوفر عليه لغة جافا سكريبت، وهو الانونيموس فانكشن. فهذه الدوال لا تحتاج إلى اسم. فمثلا إذا كنا نريد استعمال دالة مرة واحدة فلا داعي لخلق الدالة ومن ثم النداء عليها. فالانونيموس فانكشن تقوم بخلق دالة والنداء عليها في نفس الوقت. يمكن أيضا وضع الدوال داخل الأوبجي الخاص بالجافا سكريبت. وقد تطرقت إلى هذا الشيء في الدرس السابق. function object
كما تلاحظون، فيمكن وضع الدوال داخل أوبجي بلغة الجافا سكريبت. الشيء المهم في برمجة الدوال، فيمكن تمرير دالة داخل بارامترات الخاصة بجافا سكريبت، مثلا function add with callback API هكذا. فهذه الدالة تقوم بخلق مثلا variable يحتوي على جمع العددين، ومن ثم النداء على كالباك وتمرير سم للكالباك. هكذا فالبارامتر الثالث بهذه الدالة فهي فونكسيون يتم تنفيذها عندما يصبح الناتج متوفرا، والجافا سكريبت يدعم البرمجة باستخدام الكالباك، لأن طبيعة الجافا سكريبت بالمتصفحات وأيضا على السيرفر فهو أسانكرون ونون بلوكون، أي عند تنفيذ العملية فإن الناتج لا يتوفر في تلك اللحظة، فمعظم العمليات تتطلب وقتا فلا يتم الانتظار. فقط يقوم الجافا سكريبت بوضع المعطيات الخاصة ب function ب event loop، ومن ثم المرور إلى الدول الأخرى، وعندما يصبح الناتج متوفرا يتم النداء على الكالباك وتمرير المعطيات. مثلا هنا إذا كانت هذه العملية تستغرق 4 ساعات، فإننا نمر مباشرة إلى الدول الأخرى ولا ننتظر 4 ساعات. وعند توفر الناتج يتم النداء على كلبك. هناك أيضا بعض الدول بيلتين البلتين أي التي يحتوي عليها البراوزر وكذلك منصة نود جيس، مثلا set timeout. فالset timeout فهي دالة تقوم بتنفيذ دالة أخرى بعد انقضاء مدة معينة من الوقت هكذا، أي بعد مرور ثانيتين سيتم تنفيذ كونسول لوج هلو. كما تلاحظون بعد ثانيتين تم تنفيذ الهلو. الآن بعد 5 ثواني سيتم تنفيذ هلو أفتر 5 سكند. هناك أيضا دالة set interval function console.log hello، و set interval تقوم بتنفيذ دالة معينة بعد مدة معينة في بوكل انفيني، أي يتم تكرار هذه الدالة كل مثلا كل ثانية. هكذا كما تلاحظون في الترمينال يطبع كلمة هلو كل ثانية، وبما أنه يطبع نفس الجملة فإن المتصفح لا يطبعها، لأن كلمة هلو تتراكم فوق بعضها ولا داعي لطبعها، فقط يقوم بطبع مؤشر
عن عدد المرات التي تم فيها طبع تلك الجملة. أظن أننا قمنا بتصفح أساسيات برمجة الدوال باستخدام لغة جافا سكريبت. آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وشكرا وإلى اللقاء في درس آخر.